نرجى مشاركة هذا الفيديو دعماً مع إخواننا. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وكان أحدثها استهداف مدرستين في مدينة غزة، هما مدرسة النصر ومدرسة حسن سلامة، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصاً على الأقل وإصابة العشرة. وقال أحد ضباط الدفاع المدني في موقع الجريمة الإسرائيلية للغد إن عناصر الدفاع المدنى توجهت على الفور إلى المكان بعد وصول نداءات الاستغاثة من المواطنين في المدرستين المستهدفتين. كان المشهد مروعاً جداً، عدد كبير من الشهداء وعدد أكبر من الإصابات يتجاوز 60 إصابة، الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء. وأكد ضابط الدفاع المدني أن هناك أحياء تحت الأنقاض، ولكن قلة إمكانيات قوات الدفاع المدني تعيق عن عملية إخراجهم، وأضاف إنهم يحاولون قدر استطاعتهم واعتماداً على الكادر البشري إخراج من يقدرون على إخراجه من بين الأنقاض. أشلاء متناثرة. وقالت شاهدة عيان إن جيش الاحتلال دمر مدرسة النصر بالكامل، مضيفة أن هناك حوالي 20 شخصاً ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم أطفال صغار عمرهم عام وعامين، فضلاً عن سيدة حامل. وقال شاهد عيان آخر قال للغد إن أطناناً من المتفجرات ألقيت علينا، وكان الأمر أشبه بصاعقة نزلت علينا من السماء، والجثث كانت عبارة عن أشلاء متناثرة، واستشهد بسبب هذه المجزرة أفراد أسرة كاملة. وركز الاحتلال خلال اليومين الأخيرين على استهداف مدارس مأهولة بالنازحين بغزة وشمال القطاع، سلسلة غارات وحشية. وأفاد مراسل الغد في وقت سابق بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات وحشية في وقت واحد على مدرستي النصر وحسني سلامة. وأكد مراسلنا تدمير الجناح الشمالي لمدرسة النصر النموذجية، والذي يتكون من 3 طوابق، وتدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة، والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين. وأوضح أن المدرستين تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين، وتؤويان مئات الأهالي المدمرة بيوتهم. ومن جهته زعم جيش الاحتلال أنه استهدف المدرستين لوجود قيادات من حماس جرى إخفاؤهم داخل مجمعي مدرستي حسن سلامة ونصر في مدينة غزة. المجازر تتواصل، وخلال اليومين الأخيرين ارتكبت إسرائيل عدداً من المجازر، حيث استهدفت فجر اليوم خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بصاروخين من طائرة مسيرة ما، أدى إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة. وأمس السبت أكد الدفاع المدني في بيان ارتقاء 17 شهيداً وإصابة عدة مواطنين في قصف على مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,583 شهيداً و 91,398 مصاباً منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، قصف 172 مركز إيواء. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم الأحد إن جيش الاحتلال قصف واستهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 172 مركزاً للإيواء مأهولاً بعشرات آلاف النازحين، ومن بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية. وأضاف تجاوز عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس أكثر من 1040 شهيداً، حيث تأتي هذه المجازر المستمرة استكمالاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي. وركز الاحتلال خلال اليومين الأخيرين على استهداف مدارس مأهولة بالنازحين بغزة وشمال القطاع، سلسلة غارات وحشية. وأفاد مراسل الغد في وقت سابق بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات وحشية في وقت واحد على مدرستي النصر وحسني سلامة. وأكد مراسلنا تدمير الجناح الشمالي لمدرسة النصر النموذجية، والذي يتكون من 3 طوابق، وتدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة، والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين. وأوضح أن المدرستين تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين، وتؤويان مئات الأهالي المدمرة بيوتهم. ومن جهته زعم جيش الاحتلال أنه استهدف المدرستين لوجود قيادات من حماس جرى إخفاؤهم داخل مجمعي مدرستي حسن سلامة ونصر في مدينة غزة. المجازر تتواصل، وخلال اليومين الأخيرين ارتكبت إسرائيل عددا من المجازر، حيث استهدفت فجر اليوم خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بصاروخين من طائرة مسيرة ما، أدى إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة. وأمس السبت أكد الدفاع المدني في بيان ارتقاء 17 شهيداً وإصابة عدة مواطنين في قصف على مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,583 شهيداً و 91,398 مصاباً منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي،
قصف 172 مركز إيواء. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم الأحد إن جيش الاحتلال قصف واستهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 172 مركزاً للإيواء مأهولاً بعشرات آلاف النازحين، ومن بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية. وأضاف تجاوز عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس أكثر من 1040 شهيداً، حيث تأتي هذه المجازر المستمرة استكمالاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.